السلام عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ طبعا النهارده 8 مارس، النهارده 8 مارس يعتبر عيد كبير جدا بالنسبه لليوم العالمي للمراه، مش في روسيا بس، لا في جميع دول العالم. بس الصراحه انا اعرف ان معظم الدول العربيه ما تعرفش يعني ايه 8 مارس ان هو يوم المراه في روسيا. هو عموما العيد ده اساسه امريكي. طيب النهارده انا هاخدكم بقى معايا في جوله، هوريك هنقضي اليوم بتاعنا ازاي بتاع 8 مارس. هنزل الشارع هصور، والاحتفال اللي هيحصل في المطعم هنصوره، وبرضه هنحاول ان احنا نتكلم مع الناس، بس ما اقدرش ان انا اوعد الموضوع دوت. بس هنزل وهصور وهتكلم عن 8 مارس، وهروح اشتري ورده طبعا، لان انا عندي مراتي وعندي بنتي وعندي حماتي وعندنا بنات في العيله، فلازم ان انا اشتري ورد لكل الناس. فالنهارده في البرازنك ده بالذات، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. يلا بينا نكمل. انا النهارده هتلاقي الناس كلها هنا بتتمشى في المدينه بستايل جميل جدا. طبعا المكان ده لو حد افتكر انا صورت فيه في الصيف، في الوقت الحالي بقى ده المنظر بتاعه، حاجه بسم الله ما شاء الله. طبعا العائلات هتلاقيها بتتمشى، النهارده هتلاقي احتفال بقى بالست وبتاع، وبعد كده بقى كله يطلع على المطاعم. شغل المطاعم النهارده هتلاقيه مطحين شغل ما شاء الله. بس يا عم عشان اعرفوا نتكلموا كلمتين عربي. طبعا الرجاله دول قاعدين شغالين في 8 مارس. جيتي بارا سلوف ده اسمه ايه مره؟ كوركي، لا انا باكوباتش كوركي. عايز يبيع لي جاكيت هو، بس انا عامل ايه بسبب ما بتكلمش روسي. عايز يبيع لي جاكيت هو، هنا قاعد بيشرح ان هو ممكن يبيع جاكيت، بس انا قلت له ما بتكلمش روسي وبتاع، فاخدت نفسه ومشيت. طبعا الاحتفالات في الشارع هنا برضه هتلاقيها ان هي حاجه مقدسه للبنات هنا، ان انت اي بنت في روسيا في اليوم دوت تشوفها لازم تقول لها سبرازنكم، اللي هو يعني ايه تهنئه بالعيد. هو الجو برد النهارده، درجه الحراره 6 تحت الصفر، يعني مش برد جامد بس برد يعني شويه. فانا دلوقتي هروح المحل عشان اشتري ورد ونرجع نكمل مع بعض. على فكره العيد ده اجازه رسميه في روسيا، وبوتين لازم يطلع يهنئ الحريم والبنات اللي موجودين في روسيا كلها. ده عيد اساسي في روسيا ويوم اجازه رسميه في روسيا. محلات الورد هنا هتلاقيها حاجه قمه الجمال وقمه الروعه وقمه يعني. بص حتى هنا الهدايا يعني عباره عن ورد. طبعا 8 مارس بالنسبه له حاجه ما شاء الله بجد، يعني انا مش عارف هختار لمراتي والبنتي وحماتي والعيله كلها. عندنا الحريم، وطبعا في روسيا اكتر حاجه هنا الحريم، عشان ما فيش واحد يطلع يقول لي ان انا بتاع حريم يا شباب. طيب ايه نختار ايه؟ والله والله العظيم ريحته جامده جدا، بس بوكيه الورد دوت تحديدا عامل 1650 روبل. الورد في روسيا غالي على فكره، الورد في روسيا مش رخيص اللي هو تتوقع ان انت هتخش تجيب ورده مثلا ب 10 جنيه ولا ب 2 جنيه، لا لا لا. هنا اقل بوكيه ورد مثلا تعرف تجيبه ب 25 او ب 30 دولار. هو بجد معروف، حتى الروس نفسهم بيعانوا من المشكله ديت. بس يعني في 8 مارس كله بيشتري. مفيش كلمتين في اسمها مارتا اصلا؟ ماليش في الكلام ده انا عم. لا 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 قول لي بس يا عم، كل سنه والبنات كلهم طيبين فاهم، سواء بقى روسيات بقى مش روسيات، انا بس ده اخر الكلام. ده عيد الام ده يا اسطى. عيد الام؟ ايوه والله اسمع للمرأة. في كام؟ في 21 مارس. اه يا عم كده انا استغربت، انا بحسب عيد الام قلت لا. في كده ماليش في العادة يا عم. تحديدا 8 مارس هتلاقي محلات الوردة على طول كده شغالة يعني بطريقه كبيره جدا. طبعا الورد في اليوم ده بيكون غالي جدا، غالي ممكن هتلاقي ب 160 روبل تقريبا، ب 2 دولار الورده في الاعياد ديت بتكون الاسعار غاليه للاسف. بس طبعا ده عيد بالنسبه لروسيا حاجه كبيره جدا. فاسمها مارتا وتواصل شو برازنك ده؟ международный женский день، اليوم العالمي للمراه. не только русская девушка، но русская девушка особенно любит. Да. البنت الروسيه تحديدا. Это один наш день в жизни. Именно. Да. اه بيستنوه مره واحده في السنه، اللي هم بيحتفلوا بيه اكبر احتفال. У вас считается один из самых больших праздник. Для женщин да. После 9 мая. 9 мая считается главным. Но 9 мая это считается все равно как бы. Ага. Но 8 марта это чудесный день считается. Да. هو طبعا رسموها مارتا 8 مارس بالنسبه لهم حاجه كبيره جدا. يلا بينا نكمل. طبعا انا شاري اربع بوكيهات ورد عاملين بالظبط 55 دولار،
الارض في روسيا مش رخيص، الارض في روسيا غالي. في محلات النهارده هتكسب كتير جدا في روسيا طبعا، لان الاسعار بتاعت الورد في روسيا غاليه جدا. فالافضل لو انت يعني طالب او مش مقتدر كويس ان انت تجيب بوكيهات ورد، تقدر ان انت تجيب 3 وردات، تجيب ورده واحده. فبالنسبه للبنات في روسيا لو واحده بتكفي، انما انت عشان مثلا تهادي حماتك وزوجتك وبنتك بتكون حاجه تانيه. فحاول ان انت اليوم دوت ما تنساش الورد، اهم حاجه الورد. فكل الناس اللي هتلاقيه ماشي في الشارع بالورد الصراحه. 4 بوكيهات 55 دولار. ممكن يكون في الدول الاوروبيه اغلى، بس في روسيا الصراحه الورد غالي جدا. ده تحديدا الورد اللي انا اشتريته 4 بوكيهات. يلا نطلع على البيت بقى نقدم الهدايا. طبعا 8 مارس ما ينفعش يعدي من غير لما تعزم عيلتك في مطعم. فطبعا انا وصلت المطعم، نخش نقضي اليوم في المطعم، برضه هصور من المطعم بحيث ان انا ابقى جايب 8 مارس الاحتفال بتاعه كامل. فنتكل على الله. طبعا هنا هتلاقي زحمه اليومين دول، هتلاقي ناس كتيره، هتيجي تلاقي عربيات هنا. فانا ما كنتش عارف اركن، فركنت احتار في اخر الصف. بس عموما ندخل جوه بقى نكمل تصوير اليوم. بس عموما النهارده عامه يوم عائلي، النهارده ان انت تقضي يومك مع مراتك وابنك وبنتك وحماتك وبنات العيله كلها والعيله كلها. احنا عاملين عزومه زي نظام اللي هو ايه، بنجمع البنات بتوع العيله كلهم ونعمل لهم زي نظام عزومه. النهارده الرجاله هما اللي يدفعوا، انما يوم 23 اللي هو عيد الرجاله البنات هي اللي بتدفع. فطبعا احنا النهارده قررنا ان نيجي المطعم دوت، لان المطعم ده يعني عز عليا ومكان غالي عليا جدا. انا صورت منه قبل كده حفلة صورتها في الصيف، وان شاء الله الصيف الجاي هنحاول نوصل لكم اكتر من داخل المطاعم الروسية. المطعم ده اسمه سامافار. سامافار اللي هو البتاعة بتاعت الشاي، او اللي هي غلاية المية القديمة دي، بالنسبة للتراث الروسي حاجة غالية جدا عندهم. فطبعا المطعم معمول بسيستم جامد جدا وبتكلفة عالية جدا الصراحة. يعني مش لازم نشرح التكلفة بتاعته، بس يعني حاجة ما شاء الله. واحنا هنا داخل مدينة بسكوف، بس المكان دوت يعني غالي غالي. يعني انا ما انصحش الطلاب ان هي تيجي تقعد فيه، لان المكان فعلا بيحتاج مصاريف عاليه جدا. يعني طبعا البنات هنا بتستنى اليوم ده بطريقه كبيره جدا. طبعا انا كده في دخلة المطعم، مش عارف بقى الموسيقى ديت هنحطها ولا لا، عشان اليوتيوب ساعات بيحصل الموسيقى. بس نخش جوه بقى ونكمل بقيه اليوم لحد اخر الليل.
خلفة. بطاطس. يوم 8 مارس دوت انا الصراحه ما بحبوش ليه؟ لان اليوم ده خارج مني يعني مبلغ بيطلع، لان انا معايا بنات شغاله لازم اجيب لها هدايا، عندي حماتي، عندي بنتي، عندي مراتي. طبعا هنا العيد ده لا يختص باي دين، هو عيد عالمي للمراه. اوروبا، في روسيا، في جميع العالم كله بيحتفلوا يوم عالمي للمراه، بيكون للمراه فقط. حد بشوفها الصراحه نفسي بتتشرح كده، انت فاهمني؟ لما بتعمل ايه حاجه كويسه لشخص ما تعرفوش او تهنيه مثلا بشيء كويس، فانا من اعتقادي ان يعني دي سبيل من سبل الحب، من سبل الاحترام، من سبل التقدير. فطبعا البنت في روسيا لها تقدير كبير جدا، هي عموما روسيا ثلاث ارباعها حريم اصلا، يعني البنات هنا اكتر من الشباب بكتير جدا، وهنا البنات الصراحه واخده حقها في كل حاجه. فكل سنه هم طيبين، عربيات، روسيات، اجانب، مش فارقه، كل سنه وكلنا دايما بخير يا رب، وان شاء الله نكون بنوصل ليكم الصوره صح من روسيا، من الواقع اللي احنا عايشينه. السلام عليكم واشوفكم في فيديو جديد.